بقت بيوتنا تتفتش كيف الحرامية. خليهم يفتشوا براحتهم، لو قعدوا يفتشوا 100 سنة عمرهم ما هيلاقوا حاجة. عندك حق يا عمي، هيلاقوا حاجة كيف؟ بس 2 مليون جنيه مش حاجة هينة تتفات. أحسن حاجة عملتها يا همام إنك خليت رجالتنا يفتشوا بيوتهم زي ما هم بيفتشوا بيوتنا. بقديه أنت ردت لنا كرامتنا. لكن تفتكر يا عمي السرقة دي حصلت صح ولا فيها ملعوب؟ لا حصلت، عشان كده حسان ما استحملش الصبر. طبعا يا ولد اخوي حصلت، بس اللي محيرني مين يكون عمل فيهم الفصل ده. اكيد حد عارف ان حسان شال الفلوس دي في بيته وعارف مكانها كمان، حتما حد من عنديهم. ومفيش حد من عيلته قاعد في الناجع وما بيروحش معاهم الارض غير مغاوري. مغاوري صح، افارم عليك يا عمي. مغاوري مفلس وقلبه مليان غلة على اولاد عمه حسان وناجي، وندمان انه ما مشيش معاهم. يبقى نوصل اللي هيفتش بيته يفتع عينه ويدور زين. اما لو لقيوا الفلوس عندي صح، دي تبقى مصدر في عيلة حسان، وانا اول واحد هصمم انه ينقتل كيف ما حكم ناجي. معاك حق يا ولد اخوي، بكفايه ان كان هيوقع عيلتين في بعض زي ما عمل زمان سناري وعبادي، وانا اللي قتلتهم بيدي. لكن تفتكر هنختار مين يدور عنديهم ويكون واعي؟ اختك زينه قاعده وسطيهم وعارفة كل صغيرة وكبيرة عنيهم. زينة؟ زينة بعد ما زعطتها من هنا بقت منيهم. تنفعش يا عمي، دي مش بعيد لو لقيت الفلوس تدسها وتكتم عليها كمان. بقول لك يا همام، همل لي الموضوع ده يا ولد اخوي، وانا على ما يطلع النهار هكون دبرتها صح. وعلى ايه التدابير؟ لا لا يا ولد اخوي، دي محتاجة تدابير، ده موضوع واعر قوي. دبر حالك لوحديك، انا طالع انام واتمطع. تصبح على خير يا ولد اخوي. مالك يا نور، سرحانه في ايه يا حبيبتي؟ واضح انك قلقانه على جوزك، لكن مجرد مكالمه واحده هتطمنك. مدام قال لي انه مسافر يعني ما اتصلش بيه، هو لو في حاجة هيتصل بيه. أنا بصراحة شفتش كده في الدنيا، فيها إيه يعني لما تكلمي جوزك وتطمني عليه؟ وأديني جيت يا ستة عشان أطمنك بنفسي. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ما سمعت صوت العربية، أنت جيت من غيرها؟ أخذت القطر، العربية عطلت مني في جنة، وبصراحة خفت أخدها معايا أحسن تعملها في الطريق فسبتها هناك. وإيه أخبار اللي كنت عنده؟ والله يا توفيق بيه الأخبار ما تصرش، شخص عزيز علي جدا بيمر بظروف صحية صعبة، عنده جلطة في المخ. يا ساتر. وبندور على دكتور شاطر، بس أنا حاسس إن شاء الله ربنا حيكرمه ويسترها عليه. أكيد عزيز عليك، بالدليل إنك سبت المكتب والعملاء وجريت عليه وهمل الدنيا كلها عشانه. ما تعودتش أنسى أفضل حد عليا. وبعدين يعني ما تستعجليش، أخذك معايا أنت والعيال المرة الجاية ونروح نزوره، ولما تشوفيه تعرف إنه إنسان طيب جدا ويستاهل كل خير. عزيز عليك لدرجة إنك هتودينا له في جنة عشان يشوفنا؟ وإنتوا كمان تشوفوه. بس أنا يعني بفكر أجل الحكاية دي شوية لحد ما يقوم بالسلامة ويعدي منها على خير، ربنا يكرمه.